وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من كييف دكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. أهلا بحضرتك يا فندم. بداية، يعني أعلن الجيش الأوكراني تحقيق تقدم وعملية دفاعية قوية على الخطوط الأمامية للحرب مع روسيا، فيما جاءت موسكو ووصفت حملة كييف بأنها فاشلة. إذن كيف تقيم الأداء الأوكراني على أرض الواقع؟ تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. واضح أن أوكرانيا ماضية في شن هجومها المضاد ومحاولة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من اختراق حواجز الصد وحواجز الاستعداد الروسية، والتي هي حقول ألغام وأنفاق، عدا عن القصف الدائم للطائرات المسيرة والمدفعية التي أشرتم لها في تقريركم. ولكن على الواقع هناك تأكيد بداية أنه لا يوجد تقدم روسي في مناطق الجبهات سواء في الشرق أو في الجنوب. بالمقابل أوكرانيا تتقدم وإن كان بشكل طفيف، ولكن هذا بالنسبة لأوكرانيا هو أفضل من تقدم القوات الروسية. فبالتالي المشهد صعب جدا، خاصة أنه يعني يوميا هناك كم كبير من الذخائر، كم كبير من القذائف المدفعية التي يتم تبادلها بين الجانبين بشكل القذائف البرية. أما الاتجاه الجوي أيضا هناك كما أشرتم الطائرات المسيرة التي أصبحت يعني برنامج يومي. نحن هنا في العاصمة كييف الخامسة صباحا بالتحديد كانت هجمات لعدة صواريخ، وكانت السماء يعني والمضادات يعني التي تنطلق لإسقاطها تثير مزيد من الهلع لسكان العاصمة. وإن كان سكان العاصمة بدأوا يتعودوا على أن العاصمة محمية وأن هذه الصواريخ بالتأكيد سيتم إسقاطها، كثير منهم بدأ لا يغادر شققه عند سماع صافرات الإنذار أو حتى سماع الصواريخ. أنا شخصيا اليوم صباحا سمعت صوت الصواريخ قبل أن تطلق اتجاه المضادات الجوية. ولكن كحال كثير من سكان العاصمة، الكل يجلس في بيته وينتظر إسقاط هذه الصواريخ، والكل أيضا يتمنى ألا تكون تقع شظايا هذه الصواريخ أو الطائرات على المناطق المدنية. إذن الحال فيه مزيد من اشتداد الصراع والمواجهة، وإن كان التقدم طفيف جدا. ولكن لماذا انتقلت الحرب إلى المدنيين؟ واضح أن روسيا تحاول أن تمارس مزيد من الضغط على أوكرانيا. إذا لاحظتم خلال الشهر الماضي يتم استهداف ميناء جديد، ليس ميناء أوديسا، هو ميناء مدينة إزمايل، وهو ميناء نهري وليس بحري. هذا يعني أن روسيا تحاول أن تصل إلى كل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية التي تخدم ممر الحبوب الذي يعني يمكن أن يفلت من قبضتها أو حصارها على الموانئ الأوكرانية. فبالتالي المشهد أيضا فيه تهديد مستقبلا لسلاسة تسيير تصدير الحبوب، حتى وإن كان التصدير النهري بكميات بسيطة. يعني البواخر في الأنهار لا تحمل حمولة أكثر من 7,000 طن إلى 10,000 طن، وليس 30,000 طن و40 و50 كما تحملها البواخر في البحر الأسود. نعم، وهل من الممكن في الوقت الراهن عدم استخدام ممرات الحبوب لأغراض عسكرية كما طلب بوتين؟ أوكرانيا التزمت، وهي تؤكد أنها التزمت بشكل كامل بعدم استخدام الموانئ لأي أغراض عسكرية. وباعتقادي أن رئة التنفس الاقتصادي والتصدير عبر البحر وموانئ الأنهار لا يمكن أوكرانيا أن تنتحر اقتصاديا من خلال تضييع فرصة تصدير حبوبها بشكل أو آخر. هي الآن تقول وتصرح دائما أنها تحترم كل الاتفاقيات والالتزامات، وبنفس الوقت هي تشير من ناحية أخرى وتبرز مدى استهداف روسيا لهذه الموانئ ومدى تهديد روسيا لمسار تسيير تصدير الحبوب، والذي تعتبره انتهاك للتشريعات الدولية، وتطالب بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا من ناحية، والحيلولة دون وصول روسيا إلى الشرائح الإلكترونية أو كل ما يخدم إعادة بنية التحتية لتصنيع الصواريخ والمدافع والطائرات المسيرة، للحيلولة دون وجود أي هجمات جديدة أو مكثفة على الأراضي الأوكرانية. نعم، يعني أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن القيادة الأوكرانية تحاول إظهار نوع من النجاح للغرب بهدف الحصول على مزيد من المساعدات، كيف تقرأ ذلك؟ بالتأكيد يعني دول الحليفة لأوكرانيا أغلبها هي دول الناتو،
ودول الناتو هي ملاصقة لأوكرانيا، والزيارات المكوكية دائمة. اليوم يزورنا وزير الخارجية الأمريكي، والعاصمة كييف اليوم منذ شهرين تقريبا لم تشهد مثل هذا الازدحام المروري. فالمقصود هنا أن حلفاء أوكرانيا وخاصة العسكريين دائما على اطلاع دائم مباشر ميداني، أقصد بها زيارة كييف وزيارة أيضا ولقاء القيادات العسكرية والاطلاع على ما يمكن أن يكون وقائع حقيقية أكثر أو أقرب إلى الحقيقة في تقييم الوضع في الجبهات. وبالتالي لا أعتقد أن مثل هذه الدول يمكن أن يعني تستغفل أو تغيب عن شيء من الحقائق. لو كنا نتكلم عن دول بعيدة أو نامية ولا يوجد لديها مقدرات هذا أمر آخر، ولكن هذه الدول هي دول متقدمة، يدخل في ذلك أيضا أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والسويد وسويسرا ودول عديدة حقيقة كلها على اطلاع دائم ومباشر بكامل التفاصيل. نعم، وبما أنك تحدثت عن الزيارة، يعني هل هناك رسائل خفية أو غير مباشرة وراء هذه الزيارة؟ الفترة الأخيرة لم يكن هناك أي تصريحات أن هناك محتمل أن تكون لقاءات بغض النظر على مستوى وزير أو أكثر وأقل، ولكن واضح أن الزيارة تأتي في وقت هام. يمكن أن يكون هناك تقييم للقاء الرئيس التركي مع الرئيس الروسي، يمكن يكون تقييم للهجمات الجديدة على الموانئ كإزمائيل ومناطق أوديسا، وبالتالي ستسفر بشكل أو آخر عن إيجاد نوع من الموضوعية في التعامل مع التحديات الجديدة باعتقادي، وهذا ما سيعلن في الساعات القليلة القادمة. سنعرف أكثر فحوى هذه الزيارة وهدفها، والتي بكل تأكيد دائما ستخرج القيادة الأمريكية لتؤكد استمرارية دعمها لأوكرانيا وأنها ترفض أن تخسر أوكرانيا هذه الحرب، على اعتبار أنها ستخسر أراضيها وستكون القوات الروسية متاخمة لحدود الناتو، وهذا ما يخشاه الناتو بشكل مباشر. نعم، وضحت الفكرة. أشكرك من كييف دكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. شكرا جزيلا على هذه المعلومات.